عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ ان تكون شاء الله لاباس تكونوا وبخير. لاباس بخير يا ربي وبخير وعلى خير. وشكرا على اللايكات ديالكم، على التعليقات، زيدوا وقفوا مع خصكم شويه اللي شاف الفيديو دير لايك وخلي تعليق ان شاء الله. زوين بحالكم. افينو افينو بحال بحال. الله يجعل الصحة رايك تقول والسلامة. افينوكس تقولوا اليوم فين راني؟ هانتوما اليوم انا في الصالون. في واحد الصالون ديال كوافور عائشة. انا غادي نقول لكم علاش. المهم انا كنت مشيت ديك النهار على حساب اسامه، قال لك بغيت ندير الحلاقه، مشيت كنقلب والو، فين ما نمشي كيقولوا لي خصو يكون قاري السادس. اسامه مسكين ما قاريش، فين ما نمشي يقولوا لي خص. وهضرات مسكينه معايا عيشه الله يكثر خيرها والله، زعما واحد السيده ما شاء الله عليها والله، قالت لي انا غادي يعني كان غادي نهضر لك ان شاء الله مع واحد السيد وراه مزيان وغادي نشوفه يكون خير ان شاء الله. وقلت لها ودي راه ما قاريش وها شنو وها شنو وها شنو. قالت لي ما يكون الخير ان شاء الله يا ربي. ونيشان مسكينه هضرات معاه وكل شيء وعيطات لي في اللي، قالت لي اجي عندي دابا حنايا في الصالون عندها انا واسامه، وغادي نمشيو في ديك البلاصه فين كيتعلموا الحلاقه وان شاء الله يكون الخير. و ودعيوه معايا. مسكين اسامه ودعيو معاه، كنتمنى يكون الخير ويقبلوه والله كنتمنى له غير الخير والله العظيم. وانا غادي ندير المجهود وكمال على الله، والكمال على الله سبحانه وتعالى. ويلا قول لهم شي كلمه باش نخليوهم حتى نشوفوا شنو غيديروا معاك. ديروا لايك زاس كومنت كيف حالكم عافاكم ديروا معايا نش ديبلوم. وين انت تعلمتي الحلقه بش الدبلوم؟ مسكين اسامه نياد الله، زعما دعيو معايا قول لهم دعيو معايا حتى انا نتعلم وش الدبلوم ديالي. قول لهم ديروا معايا تاني نتعلم شويه ونست ديبلوم ديبلوم ان شاء الله. شوف راه غني يد الله والله، اسامه مسكين راه غني يد الله والله يعطيه قد نيته وقد والله العظيم. ودابا حنا هنا عندها في الصالون وغادي نمشيو معاها وخليكم معانا نشوفوا شنو غادي يديروا معاه باش ما كان، وغادي نكملوا معاكم الفيديو ان شاء الله. هانتوما المهم نخلي معاكم بعد عيشه تعطيكم شي كلمه وظريفه والله ما شاء الله. عندنا عزيزه زيدي. السلام عليكم، المهم نتمنى تكونوا كل شيء مزيان ان شاء الله يا ربي. المهم هاد الناس انا الوحيده يمكن اللي غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي ما عمركم سمعتوها. انا مطلعه على الناس يعني ما ديروش الهضره ديال الناس، راهم هادي ولا هادي ولا هادي. اقسم بالله الا اطيب من خلق الناس هما هادو، اقسم بالله انا كنحلف بالله واليوم الجمعه. انا ما كنتش كنعرفهم شخصيا ولكن دابا عرفتهم شخصيا. ما تثقوا حتى شي هضره، ما تقولوا حتى شي حاجه، كل واحد يخلصوا الله، كل واحد يخلصوا الله. وراها ديك رانيا والله الا واش نقول لكم، ملاك عطيه الله سبحانه وتعالى اقسم بالله. يعني اللي في قلبها على لسانها، ما فيهاش يعني ديك التحرميات ديال البنات الصغار، ما فيه والو والله والو. يعني كي كتشوفوهم في الفيديوهات كي كتشوفوهم في الحقيقه. والله اقسم بالله الا هادشي اللي كنقول لكم. وانت عيشة رجعت عندي للدار وكنتمنى متشبعين ديالك. هادشي اللي كنقول لكم، انا جيت للدار عندها، يعني انا راه صعيب عليا نقول شي حاجه، وانما راني جيت عندها للدار. مشات عندي مسكينه. ايوا والله لا يحشمنا حتى مع شي واحد. واسامه راه بغات توقف مع اسامه، وان شاء الله يا ربي هو راه بغى يدير واحد المهنه، وحنا نشجعوا كاع اللي بغى يدير المهنه، اللي بغى يخدم على راسو مرحبا به. حنا هي حاجه وحده اللي ما نشجعوهاش، البليه الحاجه الخايبه. الله يعفو على الوليدات كاملين، هذا ما نطلبوا من الله سبحانه وتعالى. ما اما اللي بغى يخدم على راسه ولا بغى يعني هذا بحال كنقولوا حنايا الصنعه يديرها في راسه ولا قرايه يزيد بها لقدام، راه حنا ديما في الهدف راهن الاستشاره ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليك عيشه. ودري ويشه عيشه والله وحلينا. شتو النهار اللي كنت في السبيطار اقسم بالله العظيم مسكينه، واحد النهار جات عندي مع العشرة د الليل. ايوا لا لا يحشمها. كتجي عندي مسكينه كل مره وتعيط ليا سميه، كيبقى ترانيا سميه. وراه ما كنساش الخير انا والله، راه بنادم مين كيدير معاك هكا شي حاجه زوينه راه كتبقاي تفكريها دايما. ولله يخليك وشكرا عيشه. يلاه المتتبعين ديالي خليكم معنا، المهم نشوفوا شنو غادي نديروا مع اسامه ونردوا عليكم. ها حنا المتتبعين ديالنا اش غنقول لكم، مشينا العمل لا واسامه تقبل ومعليش اسامه تقبل قال لك الهلا خطاك وصافي. دابا غادي نجمع له غير الوريقات داكشي اللي قالوا لي ان شاء الله، وغدا غادي نديه ان شاء الله يا ربي هو الوريقات ديالو. ودابا جينا لواحد القهوه داكشي لا كلاس. Thank you.
عيشة كانت تضحك عليا. فكرك يا رانيا، شريت لي صداع مع، شريت لي صداع مع رانيا. وشوفوا شوفوا داك الشيء لا كلاسه. قلت لكم صداع مع رانيا اليوم 100%. داك الشيء كلاس شنو نقول لكم؟ انتم شوفوا الفطور، شوفوا تبارك الله، شوفوا انتم اسامه قهوه البيض دانون والماء والزيتون والزيتون في العسل. ها شربت شربوا. ايوا الهلا يختك عيشة اختي، والله العظيم داكشي داكشي اصلا انا والله ما فطرت، والله كنشوف واش راكم عارفين على اسامة واش هادي وهادوك. الحمد لله الحمد لله بسم الله. قاصحة قهوة واه دار القاصحة ياك واه. معليش تبغي باش توقد باش توقد نوض مع ستة ونوض مع ستة الصباح وماما واش مازال ما مشيو مسكين بالفرحة ما تشربش العصير هادشي لا ناكل بفرشيطة جابوا لي فرشيطة والموز. لا اختي انا بلدية ناكل بيدي. لا واش بغات جوانات خليني اختي انا نديو موض نوليت انا لا كلاش شوية. دابا يا رانيا بنيتي شوفي يا رانيا هاد القهوة لا كلاش نجيبك ليها ما تخافيش عقلي انا قلت عندك الضرب بالفرشيطة نزل لي كل شيء. انا قالت لي عندك الضرب بالفرشيطة تخرج لي كل شيء. اسكت ساوي مالي هنايا ما بغيت حتى والله تنجرب بسم الله. لا الموس لا بسم الله. شوفوا البيض شنو فيه الداخل فرماج ملوي على جوج. لا هادشي بنين وراو ليا الخبز دابا ونكذب والله والله كنشكر عيشة بزاف والله العظيم كنشكرها بزاف 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 والله يسهل عليك عيشة وربي غيوقف معاها. والله الا قلتها لها قبل الفيديو قلت لها قلت لها ربي غادي يوقف معاك وعمرو انت عمرو ربي يخيبك. بنادم اللي كيدير الخير راه كاع ما يخاف. شوفوا ديما كنقولها انا هاد الكلمه ولو بكلمه زوينه، يعني بنادم الا دار الخير غير بكلمه زوينه راه عنده حسنه و... والله والوقفه ديالها عمري ما ننساها لها معايا. شوف راه مجرد الابتسامه في وجه اخيك صدقه. لا بنادم باش معاك راه والله انا الحلم ديالي، انا الحلم ديالي اسامه ولدي يدير شي حاجه في حياته والله العظيم. والحمد لله الحمد لله ربي ما خيبنيش و... والله العظيم زعما هذا ما نويتش والله ما نويتش الحق الكبير سبحانه. وتصوروا حتى داك الاستاذ اللي مشينا عنده يعني المدير ما شاء الله عليه يا الهضره ويا الاداب و... والله قال لك حنا كيعجبنا نديرو الخير وكيعجبنا نوقفوا مع بحال هكا فهمتي يعني دخلي عشق والله العظيم. دابا غادي نسالو الفطور مع عيشه وغادي نمشي انا واسامه نصورو ونجمع له الوريقات ديالو باش غدا ان شاء الله يمشي. ورانيا دابا غتشوف هذا الفيديو شوها شوها غتوقع على هذا الفطور ياك اختي. انا قاهره القهوه جينا بعدا انا راه ماشي عيشه اللي في هذاك الكفر ماشي عيش. لا 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 ولكن واحد القهوه كي دايره ويلي 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 شوفوا ما شاء الله شوف داكشي زوين داكشي ويا ايوا هادشي ما كاين الكبيتات ديالي وهنا غادي نخليكم نكمل هاد العويصات. داكشي ما شاء الله عندهم زوين وبنين وجيت بلا فطور والله هذا نوض بكري اماما اماما فوقاش نمشي معسه اماما اماما بيت مسكين يحلم صافي والله ما فطرت ما والو. هذيك هي من جينا مشيت عند عيشه مسكينه ايوا قلت لها يلا محنتها معايا سمحي لي سمحي لي لا 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 واجد هذا محنتها معايا مسكينه حتى هي جريتها يعني
ملي عيطات لي البارح وقالت لي سميه غدا ها شنو ها شنو الساعه الوطنيه هي تجي عندي نمشي، يعني راه والله ربي اللي علم عليا. وهنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم ها واحد الدانه نرانيه شوفي ها هو ما بقاش شكل الحال راه ها هو ويلي ويلي هذه هي العيشه جوج هذه واحد راني واحد باقه انت كنت كنت لا لا كل عيشه كل لا لا ما ناكلوش صح كنقص انت البنيتي زعما ها انت وراها وقولي راه ما كليت عليك والو ماما تبزت ماما ها لا لا غاش كنت مشوها كدب عليكم باش ما يبقاش فيها الحال. يلا هنا غادي نخليكم غادي نقول لكم السلام عليكم يا احلى ناس واغلى ناس والوقفه ديالكم كتسوا معايا الملايين والمهم هذيك هي والله يخدكم عليا والله يسهل عليكم يا ربي عمري ما ننسى لكم الخير ديالكم. يعني انا كنعرف شكون اللي كيبغيني بالدعوات ديالكم وكلمه زوينه وكلمه طيبه في حق كل مسلم راها حسنه ولا شوفوا الناس اللي كيديروا الخير هذوك بحال دابا دوك الناس اللي كيعايروا داك الشيء شنو غتستافدوا شوفوا الناس شنو كدير 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 الدار ديالها بالحنه كتحاول كتحاول تفرح هذا وتفرح هذا وتفرح هذه فهمتوا وكنتمنى ان شاء الله الخير من هنا لقدام ودعواتكم مع اسامه ويولي لي شي كوافور ان شاء الله ياك اسامه ها ان شاء الله نخاف انا اللي تقبلوا يقبل ديال الرجال ديال الرجال باش يطلع لنا راجل تما كيديروا رجال العيالات انا كاع ما رديتش البال ما رديتش البنات وانا ما رديتش انا كنت مصدومه انا كنقول شنو غيقول لي انت هيك تهضر والله انا كنت مصدومه كنقول شنو يقول لي الساعه مسكين ما شاء الله عليه يعني هضر مع اسامه قال له غادي ظريف اصلا انا قال له غادي ندير المجهود ديالي ونتايا دير سميتك باش تفرح ماما يعني والله شكرا بزاف والله يخليكم كاملين والفضل كامل كيرجع الله العيشه. انا كنقول ديك النهار انا فين ما مشيت ندور البيبان تسدوا في وجهي والله الا تهبطوا لي الدبور الحمد لله الحمد لله ربي كبير. يلا بسلام عليكم اسامه فطر وسهلا فطر وانا كنهضر معاكم ها اسامه لا انت عاد عايشه باقه تعال يا سالي تعال سالي خلينا تهضروا حنا سالينا بصحتكم يلا بسلام عليكم فيديو شي ان شاء الله كنحماق عليكم يا احلى ناس واغلى ناس. السلام عليكم حتى الفيديو ان شاء الله الجاي.